نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم الينا الآن من القدس الكاتب والباحث السياسي الي نيسان. سيد الي أهلا بك معنا إذا دعوة إيرانية على لسان الرئيس الجديد للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الإسراع في عملية إعادة تصميم تصميم مفاعل أراك ولكن دون وضع أي سقف زمني. إلى أي مدى هذه الخطوة قد تكون مقلقة الآن بالنسبة لإسرائيل؟ هذه الخطوه ليس مقلقه فقط لاتجاه اسرائيل وانما للدول العظمى وبشكل خاص الدول التي وقعت الاتفاق النووي مع ايران 2015 كما تفضلت ان محمد اسلامي وعد بان مفاعل اراك تنتقل من انتاج المياه الثقيله الى مركز الابحاث ولكن الكل يعلم بأن الدول العالم لا تثق بما تقول به إيران وزعامة الزعامة الروحية لإيران لأن هناك قلق يساورهم القلق لدى إسرائيل وأيضا لدى الدول العظمى وبشكل عام دول العالم بأن مفاعل عراق هي مسار آخر لتطوير القنبله النوويه والامتلاك النوويه ولامتلاك قدره نوويه وانتاج البلوتونيوم في هذه في هذا المشروع ولذلك ايران في الاشهر الاخيره تحاول كسب مزيق مزيد من الوقت في المحادثات مع الولايات المتحده وطبعا مع الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين وعندما تقول الولايات المتحدة أننا نريد إزالة مزيد من العقوبات الاقتصادية التي فرضناها على إيران بشرط أن إيران تعود إلى مائدة المفاوضات هناك طبعا خلافات في وجوهات النظر إيران في السنة الأخيرة بعد انسحاب أو أكثر من سنة أخيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي عقد عام 2015 اكتسبت المزيد من الخبرة التكنولوجية بكل ما يتعلق بالقدرة النووية وثانيا هناك لها إنجازات أخرى بحيث بحوزتها اليوم المزيد من الأورانيوم المخصب ولدى اعذرني فضل. على المقاطعة ولكن تخصيب اليورانيوم لا يعني قدرات نووية عسكرية على الفور يعني هناك إجماع بأن إيران ربما قد تحتاج إلى عام على لا الأقل لتصبح نووية ليس كذلك سيد ولكن هنا يعود الحديث عن موقف ربما من إسرائيل وتحديدا حكومة نفتالي بنت كان لها حديث من قبل استعداد التعايش مع هذا الاتفاق النووي مع إيران ربما بالشروط ولكن بالتالي اليوم في هذه التطورات في ظل هذه التطورات هل اليوم من صالح إسرائيل أن يكون هناك اتفاق نووي مع إيران؟ اولا بكل ما تفضلت اليه هناك خلافات في وجهات النظر بين العديد من الخبراء الذين لهم مساهمه في هذا القضيه هذه القضيه هناك وجهه نظر تقول ان ايران على عتبه امتلاك قدره نوويه خلال عده اشهر ولكن القضيه هي تركيب الرؤوس النوويه ولكن هناك وجهة نظر أخرى تقول بأن إيران بعيدة على الأقل سنة من امتلاك قدرة نووية بكل ما يتعلق بالاتفاق وكما تفضلت السيد وزير الدفاع جانس تحدث قبل عدة أيام بأنه يمكن أن تعيش إسرائيل باتفاق جديد ولكن القضية هي أن أولاً هذا هذا هذه التفوهات لوزير الدفاع أثارت غضب لبعض المستويات في إسرائيل. ثانياً بكل ما يتعلق بمطالبة الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تريد توقيع على اتفاق نووي جديد بعيد الأمد بحيث لا لا يكون بإمكان إيران أولاً شروط جديدة تقوم بتطوير صواريخ بعيده المدى وثانيا تكف تكف عن كل عملياتها المتعلقه بتأجيج الخواطر والارهاب بكافه انحاء العالم، طبعا هذه الامور غير مقبوله على غير مقبوله على ايران، من طرف ثاني نرى ان ايران تطالب من الولايات المتحده بان الاداره الامريكيه تتعهد بأن أي رئيس في في الولايات المتحدة يتعهد بأنها لن ينسحب مستقبلا من الاتفاق النووي وهذا الأمر غير مقبول على الولايات المتحدة لأن يترتب على تلتين من الكونغرس الأمريكي أن يصوت إلى جانب مثل هذا القرار وهذا القرار شكرا لا سيدي. يمكن تطبيقه م. على أرض الواقع ولذلك ولذلك إيران اليوم لها إمكانية لتمارس الضغوط على الولايات المتحدة تقول أننا نحن على عتبة امتلاك قدر النووية ولذلك شكرا. عليكم أن تقبلوا شروطنا بهذا الموضوع شكرا, شكرا لك سيد إلي نسان الكاتب البحث السياسي ديكم. كنت معنا من القدس